يا سلام، ادي العيش ولا بلاش؟ انا متهيألي اللي يعيش هنا يقضي طول عمره سعيد. متهيألك يا مرسي، والدليل انا اهو كل يوم والتاني هنا وفي اوروبا عايشه احسن عيشه. لكن يا خساره، بضحك قدام الناس وقلبي من جوه بيبكي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ تعيانه؟ وحيده يا مرسي، وحيده، والوحده عذاب. وحيدة ازاي بس؟ ده انت اللهم صل على النبي اصحابك ومعارفك نص البلد. دي كلها مصالح، لكن الانسان دايما بيحتاج للقلب الحنين اللي يسعده ويهنيه. ربنا كبير. شوف يا ست هانم، طول ما انا جنبك هخليكي في منتهى السعاده، ان شاء الله اعمل لك ارجوز حتى. انت عظيم يا مرسي، عظيم. ده كله من طيبتك ومن اخلاقك الكريمه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي نخش جوه احسن. اه مش كده؟ اه في صحتك. ده بلاش انا. وبعدين معاك، ما تزعلنيش. انا هقول لك، اصل المره اللي فاتت استاذ عباس اللي عندك سألني من البتاع ده بوظت الدنيا. قعدت ساعة قدام بيتنا ادور على بيتنا. خلينا انا بقى للمناسبات الرسمية. ما هي النهارده مناسبة رسمية جدا. ايه ده؟ خير؟ عيد ميلادي. كلام. طب مش كنت تقولي من الصبح؟ انا هنزل اجيب شوية بسطة. لا لا مش مهم. المهم ان احنا مع بعض. صحتك بقى. يلا. عقبال 100 سنة. هو الويسكي ده بيتعمل من ايه؟ من عصير البصل. بصل؟ اه. بصل ايه؟ بصل بتاعنا ده؟ اه بصل بتاعنا. فينك يابا تيجي تسمع؟ مال والدك ومال الويسكي؟ انا هقول لك، اصل هو كان دايما يقول لي البتاع ده حرام، مع انه هو كل اكل ياكلها ياكل جنبها 2 كيلو بصل تقريبا يسكر من وراها. ايوه ايوه حلو. بصل اديله بصل. انا كنت اعنف مدرس في المدرسه. يا سلام. اه اللي كلمني كلمه طيح فيها على طول. بره الناظر بتاعه. ادي مرسي ادخل الفصل بدل المدرس اللي ما جاش. قلت له مش داخل يا ناصر. لو ايه؟ قلت له بعصبيه. ها وبعدين؟ ولا حاجه. كلمه مني كلمه منه، رحت ماسك الكرسي ملبسهوله في دماغه ونزل ساكت. مره واحده؟ انا ما عنديش شمع ارحميني. اه وبعدين؟ رحت مفوقه بكوبايه ميه في وشه، ورحت ماسك المكتب بتاعه بواحد ملبسهوله. مره واحده برضه؟ لا المره دي على مرتين. جدع يا مرسي. اه كمل. هو خد المكتب من هنا وراح نازل على الارض، رحت انا بارك في ايه؟ وفين يوجعك؟ اديله. امال ايه؟ الدنيا اتقلبت، المدرسين اتلموا، والعلم اتلموا، والتلامذه اتلموا، قوم يا مرسي، مفيش مرسي، جابوا بوليس النجده، قوم يا مرسي، مفيش مرسي، جابوا مراته واولاده وبقوا يعيطوا، قوم يا مرسي، مفيش مرسي. انت كنت واقفه في الخناقه؟ البصل اللي عندكم خالص ولا ايه؟ لا في. طب ما تجيب لنا بصلايه. حاضر من عينيا. اه ده بصل اخضر بقى. صح. الدنيا تالت. قوم يا مرسي، مفيش مرسي. جابوا الامن المركزي. قوم يا مرسي، مفيش مرسي. قوم يا مرسي، مفيش مرسي. قومي مرسي، مفيش مرسي، قومي مرسي، مفيش مرسي. كان يوم الله عظيم. مفيش مرسي، مفيش مرسي. مرسي وسنين مرسي، عايز ايه مني؟ الله الفجر يدن. ما يدن وانا مالي.
هيخبط عليك دلوقتي ويعملك يقولك الصلاة يا مرسي. هقول له مش قادر. استريحت بقى. طب اما نشوف. الصلاة يا مرسي. حاضر يابا. فين ال عندك تحت السرير. الوقاب تحت السرير؟ ايوه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مالك يا مرسي؟ لا ولا حاجة يا عم. هروح انام انا. لا استنى استنى ما تحضر الذكر. ذكر؟ طب انا لما بعمل ذكر الصبحية بروح الشغل نفسي مقطوع. جاي الصحيح بيبقى نفسك مقطوع، انما صدرك منشرح وبالك مرتاح وسريرتك منفرجة. بس سريرتك هتنفرج منين؟ بقول لك نفسي مقطوع. ثم من الشغل بتاعنا عايز نفس بابا، مش عايز سرير. يلا امال، وادع ربنا يرزقك الخلف الصالح. احنا عاملين بلاد عيابه ليل ونهار من يوم ما اتجوزنا ومفيش حاجه بتحصل. وبعدين بقى فين ايمانك يا مرسي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تيأسوا من رحمه الله. استغفر الله العظيم. معلش يابا، الواحد بيهلفط من غلبه. على فكره الدكتور اللي قلت لك عليه ودانا له مراتك من كام يوم وكشف عليها، وقال ان ما عندهاش عيب يمنع الخلف، وطلب يشوفك ويكشف عليك. يعني انا بقى لمعيور؟ ما فيهاش حاجه. وهي ازاي تروح للدكتور من غير ما تقول تيش انا بقى في البيت ولا ايه؟ في الحقيقه يا ابني، هي في الاول كانت مكسوفه ومش عايزه تروح، لكن بقى انا وامك غصبنا عليها، وبعد كده بينا احنا التلاتة كمان مكسوفين نقول لك. مكسوفين مني انا يابا؟ الظاهر بقى ان انا شخصية محترمة وليا مهابة. حاضر. يلا يا مرسي. الله 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 الله. يلا يا مرسي يا حبيبي قبل الاكل ما يبرد. طب يلا. فول؟ ماله الفول يا ابني؟ ده مسمار البط. ايوه اما بس ما حدش بيتمسمر مرتين في اليوم، والواحد اتهرم مسامير بصراحه. ماله بس يا سي مرسي، ما كل الناس بتاكل. وانا مالي يا اختي؟ الله، الناس اللي بتعرفين بس هم اللي بياكلوا فول، في ناس تانية بتفطر كافيار وسوسيس كمان. مصيص؟ في برضه يا ابني حد بياكل مصيص؟ مصيص ايه؟ ما تتمطرش على نعمة ربنا وافطر وقول الحمد لله وانت ساكت. طب هقول ازاي وانا ساكت؟ مش فاطر. لا لا لا، خلاص خلاص يا حاج خلاص. انا اللي هقوم مش هفطر عشان انا عندي الحصة الأولى. ها؟ السلام عليكم. مع السلامة يا اخويا. سي مرسي، سي مرسي. عايز ايه يا بت؟ محفظتك يا سي مرسي وقعت مني. بس سيبيها، انا اللي بايدي راميها من فلاسه. هو انا قلت حاجه غلط؟ Thank you.
مين انت؟ حاطين رجليا. لا 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 بدوس فرامل فل... عشان كان الاتوبيس 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 ايه يا عارف؟ يلا لازم المحطة جاهز نفسه انا عايز انزل المحطة جاهز بس مش عارف اعدي. ما تنزل يا اخي انت زي غيرك عامل لك ايه؟ الله عامل لك كفران يا اخي عامل لك ايه؟ حصة النهاردة حصة مطالعة، أنا هقعد مكاني هنا. عايزكوا تطلعوا كتب المطالعة وكل واحد يطالع في سره، واللي هسمع صوته يطلع هطلع روحه. مفهوم؟ يخرب بيتك يا مرسي. يا مرسي ايوه مين؟ صباح الخير. خير منين بس يا اخي؟ ايه؟ خير منين بس يا اخي؟ خير مين؟ يا مرسي اسمعني يا مرسي. ايه مين؟ حصل ايه؟ يا اخي في ايه يا مانع؟ الله فاتح صوتك على الرابع اكنك بتدرس لمدرستنا والمدارس اللي جنبنا. خلاص يا سيدي اطمن، حولت الصوت عشان تستريح، وبكره الصبح وانا جاي هدور لك في البيت على مخدة وحاف زيادة عشان تمدد رجليك براحتك. مادي الدور. معقول كده؟ معقول؟ كل 45 دقيقة تكلم 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 تكلم، فصل فوق وفصل تحت. مش فاهم أنا، مش فاهم ليه ما يمسكوش المدرس فصل واحد من أول النهار لآخره عشان يعرف ينام براحته. احنا جايين المدرسة عشان ننام يا سيد. أمال جايين نلعب؟ يا برودك يا أخي، في أولاد جايين يتعلموا. رفضنا نعلمهم مقاسي مرسي. هتعلمهم ازاي اذا كنت جاي المدرسه تنام؟ جاي المدرسه انام؟ هنعلمهم في بيوت دروس خصوصيه يعني؟ امال فاكر ان انا ممكن اتكل على مرتب الوزاره؟ ده مرتب الوزاره ده وحياتك يا مرسي يا اخويا ما بيكفيني يوم واحد شبراء. طب والاولاد واهاليهم ذنبهم ايه؟ وانت فاكر ان انا بتبعهم؟ لا، ده انا ارخص مدرس خصوصي في المنطقه. طب تفتكر انا بدي الحصه بكام؟ بكام؟ 199 قرش ومدتها ساعة كاملة ويا دوب 10 12 تلميذ كلهم مع بعض وغايته 5 ساعات في اليوم. لا ده انت تعبان بشكل. المصيبة بقى انهم فاكرين يا ما هنا يا ما هناك. بقى بتكسب 120 جنيه في اليوم ومش عايز الناس تتكلم. سبحان الله في امرك يا اخي. طب ما الدكتور بيكسب 200 300 جنيه في اليوم وهو بتاع جامعة وانا بتاع جامعة. لا يعني بقى المسألة أهل وزمالك بقى. التدريس رسالة ثقافية. طب ما هو الفن رسالة فنية، والطب رسالة طبية، والسمكري والميكانيكي رسالة تصليحية، وكله بيقول يلا نفسي. هتيجي أنت فيها بقى بتعمل لي بتاع بقى. يا ابني الواحد لازم يكون عنده ضمير. ماشي حاجة. بس ما يجراش يعني إن الواحد يعمل شوية تنازلات ما
المركب تمشي ونبقى اخر تمام. علي النعمه ابويا لو سمعك بتقولي الكلام ده لبعت القرافه بتاكسي على حسابه. والدك ده دقه قديمه، ما هوش عارف الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي. اللي يسمع كلام والدك ده مش هياكل غير فول مدمس. الله يخرب بيت الفول المدمس. بتجيب لي زيت الفول المدمس ليه؟ سلام عليكم يا مروق. استنى استنى، انا كمان خلصت جدول الحصص بتاعتي وهروح. استنى بقى عشان خاطرك هوصلك بعربيتي الجديده. يخرب بيتك، انت جبت عربيه جديده؟ ده غير التاكسي اللي شغال عليه المدام. مراتك شغال على تاكسي؟ اه ملي. اهلا اهلا يا مدير بيه. اهلا بيك على القناة يا سيدي. متشكرين على ال على ايه يا حبيبي؟ ده اقل من واجب. رايح فين يا مرسي؟ انا خلصت جدولي ومروح. مروح فين يا سي مرسي؟ استنى، احسن الاستاذ عوض غايب النهارده وعنده ثلاث حصص لازم تديهم بداله. يا حاضر النظم، من اول السنه نص المدرسين ما بيجوش وانا اللي بدي حصصه لما الواحد اتهلى تدريس. اما مصيبه والله، انت كمان هتتدخل في المسائل التنظيميه بتاعت المدرسه يا مرسي؟ لا بس مش كل الشغل عليا، يعني يبقى حبه كده وحبه كده. الله، وبعدين يعني انا عندي دكتور دلوقتي لازم اروح. هو الدكتور هيطير؟ اتفضل يا بندي شوف شغلك وما تعطلنيش، ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين. طب اقول انا بقى سلام عليكم يا حضره الناظر. مع السلامه يا سعاده البيه، والف مبروك على السياره. الف مبروك والله، ده منوره امام المدرسه. يلا يا مرسي. وقف يا مرسي وسنين مرسي. هو كده يا تشرب يا تقوم. مع السلامه. خلاص اقوم. اما غريبه قوي، الناس عايزه تقعد سفلقه. قولوا لله زينهم، الراجل يمكن يكون تعبان وجراح شويه. يا استاذ مرسي، يا استاذ مرسي، انا ورايا مصاريف ولو فتحت القهوه مجاني هتخرب بيتي ومش هقدر اعيش. قلم هتنوط بعض على الفلوس. يمكن هما اللي صح وانا اللي غلط، ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم. ابويا جاي دلوقتي يقول لك القناعه كنز ولا يفنى. الله، قاعد هنا يا مرسي واحنا مستنيينك في البيت. انا لسه يا دوب جاي يابا. وايه اللي اخرك لدلوقتي؟ خرجت من المدرسه رحت على الدكتور على طول زي ما قلت لي. اه خير، طمني. قال لك ايه؟ خد مني شويه دم وحاجات كده وقال لي عدى عليه بعد ما يحللهم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب يلا يلا قوم دلوقتي نروح عشان تلحق تاكل لك لقم. انا مش عايز مسامير تاني. اطمن يا سيدي، النهارده مفيش فول. امك عامله لك حله عدس، انما ايه؟ والاختراع اللي اسمه لحمه وفراخ، ناويين تقطعوه كتير. عيب يا مرسي، احنا قاعدين على القهوة. مش انت اللي بتنكشني يابا؟ طب يلا قوم. امال بلاش دلع. ما تنساش، اولاد الجيران جايين لك النهاردة عشان تديهم دروس التقوية زي العادة. خلاص، بطلنا الدروس المجاني. بعد كده اللي عايز درس يدفع، الحصة ب 199 قرش. كلام ايه ده يا مرسي؟ عايز تتاجر في العلم يا ابني؟ هو كده. وفي المواسم والأعياد الرسمية حصة ضعف على طول. يا ابني دول ولاد جيرانك، والنبي وصى على سبع جار. وقتها ما كانش فيه سباك بياخد 5 جنيه كشف على الحنفيه، ولا مكواجي بياكل القميص بشرد، ولا واحد قهواجي بيبيع لك شويه ميه حمراء في كوبايه بسبع ساغ ويقول لك عليهم ده شاي. زمان غير النهارده يابا. اياك اسمعك تقول كده تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. وربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينه الحياه الدنيا، يعني قدم المال على البنون يابا. وقال كمان: والباقيات الصالحات خير عند ربك. طب وفيها ايه لما يبقى المال والبنون والباقيات الصالحات دنيا واخره؟ استغفر الله العظيم. انت يا ابني عايز تعاند نصيبك ورزقك في الدنيا؟ ده القناعه كنز لا يفنى. وحياه النبي، انا كنت عارف انك انت هتقولها. انا بصراحه مش عاجبني تفكيرك اليومين دول. يابا غتمه في الامر ان انا عايز اعيش زي بقيه الناس ما عايشه. يا ابني ما احنا عايشين زي احسن ناس في الحته. انت مش شايف غير الحته بتاعتنا بس، انما انا شايف حتت تانيه كتير، حتت واسعه فيها عمارات وجناين، والعمارات فيها شقق واسعه، فيها حمامات، فيها بانيو ناس بتستحمى فيه، مش طشته صفيحه ميه بتغلي، وبور جاز وكوز عمال تعبي وتطلع فوق، الواحد وسطه اتقطم من الكوز. بصراحه الكلام معاك بقى يغم. انا ايه مروح، ولما يجي لك مزاجك يبقى حصلني. استغفر الله العظيم. لحقت تزعل وتحمرق يابا؟ يلا انا هقرف نفسي ليه؟ على راي الواد منير هعمل مصلح اجتماعي لوحدي؟ عم بقى انا مالي. على النعمه انتوا عالم فقر.
طول النهار نازلين شد في انفاس، لا انتوا حاسين بالعمر اللي بيعدي ولا هتبطلوا الانفاس. لو سمحت، لو سمحت حضرتك، خمسة لو سمحت. ما تعرفش بيت الست النبوية بتاعت الزهر؟ الست النبوية بتاعت الزهر؟ اه. هنا هو آخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. يلا يا نادي، انزلي قولي لها خليها ما تتأخرش، ها؟ هنا؟ اه. أنا بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وأنت كمان، شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوة بعرة؟ لا، أنا ما بقعدش على قهوة. بتروحي عند الحاج ربيع بتاع الكفتة؟ أنا ساعات بعدي من قدامه. أيوة افتكرتك. كلية الآداب جامعة القاهرة. الله. أنا برضو كلية الآداب جامعة القاهرة. أيوة، حتى بالأمارة كنت مشهور بأنك الصمام. سلوى. أيوة أنت اسمك سلوى. أيوة أيوة أيوة، فاكرة لما غششك في الامتحان وكنت هروح أوامطة؟ صح فاكر. بس أنت تتغيرت قوي. يعني إيه؟ بقيت حلوة ولا وحشة؟ وحشة إيه؟ ده أنت كنت أجمل بنت في الجامعة. الله. قالوا أنا عمال أقول له شفتك على قهوة بعرة وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيلة. إنما أنت بتشتغلي سواق على العربية دي؟ سواق إيه؟ دي عربيتي. عربيتك؟ اه، عندي اتنين غيرها. اتنين؟ ما شاء الله. ازيك يا سلوى هاني؟ انما ما قلتليش يا مرسي، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في التربيه والتعليم، مدرس تاريخ من تحتمس وطالع. تحتمس؟ انما انت اشتغلت ايه بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ يعني تقدر تقول برضو في التدريس. مدرسه؟ لا، نظره. ما شاء الله، ترقيتي بسرعه كده. أنا أصلي عاملة مدرسة خصوصي. عفارم عليك والله. مفيش أحسن من أعمال الحرة. هو كده. تعرف يا مرسي، فكرتني بأيام الجامعة الحلوة. ابقى خلينا نشوفك. أجيلك النهاردة؟ بس بعد الساعة 8 بالليل. أنتوا بتشتغلوا بالليل؟ ما هو ده أحسن وقت للتدريس. ياه، ده على كده الأولاد بيتعبوا قوي. إنما الحصة عندكم برضو ساعة زي حصصنا؟ احنا عندنا الحصه حسب قوه التلميذ. اه، ده اكيد بقى نظريات اوروبيه جديده ما دخلتش في المدارس الحكوميه عندنا. اما تيجي هتشوف بنفسك. طب ممكن العنوان لو سمحتي؟ اه قوي. خلاص يا روحي، الست النبويه جاهزه وهتيجي في الميعاد مظبوط. طب كويس. بابا بقى يا مرسي. طب المدرسه اسمها ايه؟ مدرسه الاخلاق الرفيعه. رفضت الجاكيت يا بدعه؟ طبعا نفضتها، ده انا نفضتها وكويتها وخليتها زي الفل. طب لبسها لي من عينيا الاثنين. بس لو اعرف الايه دي كلها على فين. اقول لك وافرحك يا بت. قول يا اخوي. زميل قديم ليا فتح مدرسه خاصه، حالته بقت فوق قوي قوي قوي. طبعا هو مقدر كفاءتي من زمان. ها وبعدين؟ قابلني امبارح الشعلق فيا، عزمني عنده ليلادي. طبعا انا عارف انه عزمني ليه، بالرغم ان هو ما قاليش. ايه ليه؟ عايز يضمني لهيئه التدريس طبعا، اه، عشان يضمن نتائج عاليه. يا ستي، انت عايز تسيب الحكومه يا سي مرسي؟ انت هتعملي فيها زي ابويا؟ بقت على انفتاح. انفتاح يعني ايه؟ انفتاح يعني ايه يا سي مرسي؟ انفتاح يعني فتحي مخك عشان ربنا يفتحها عليك. والله ما انا فاهمه حاجه. انا عارف انك انت مش فاهمه حاجه. يا بنت بالراحه، انت جاموسه. بصراحه يا سي مرسي انا كمان مش موافقاك. ما انت قصدك فقريه. اه، نشات وترعرعت في انغدار مش انفتاح. اوعى يا سي مرسي، انا كان قصدي اقول لك. قصدك بلانيده. اجري هات لي ازازه كولونيا ولا غمطيني، عايز اتلغمط كولونيا، عايز ريحه تجيب وابور الميه. وبعدين معاك يا ابو مرسي، في حد يزعل من ابنه يا اخويا؟ اصلك ما سمعتيش كلامه معايا على القهوه كان ازاي؟ مرسي طيب وابن حلال، وفوق كده بيحب يتدلع عليك شويه. انا كمان بحبه وخايف عليه. خايف الشيطان يركبه ويسيطر على افكاره. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابو مرسي؟ بقى مرسي المتعلم المصلي ابن حلقه الذكر. الله، ابنك في شيطان يقدر يركبه؟ وامتى؟
اخذ شيطاني وروح كل وياه. دلوقتي يتبطر على النعمه ويقول دي مش قد المهام. لا يا اخويا، لما يعرف ان عندنا منبار وسخن وعمار هيجي جاري. ده مرسي ابني وانا عارفاه. يا ربنا يهدي يا ام مرسي. لسه زعلان مننا ابو مرسي؟ ها؟ ده انا ابنك يا حاج حبيبك، ده انا مرسي. ساكته ليه يا ماما؟ ما تقولي له حاجه. بقى معقول يزعل منك يا طنايا؟ ما تقولي له، لا بيكلمني ولا بيعبرني قدامك اهو. خلاص بقى مش كده يا حاج بقى. يا صلاة النبي احسن، ان شاء الله يا رب ما تتحرموا من بعض ابدا، هروح بقى احمر لك المنبر. منبر؟ منبر منبر؟ اه الله، زفر يعني؟ ما هتاكل صوابعك وراه. الله، انتوا اكيد ورثتوا حد من العيله، بس هتورثوا مين؟ ده عيلتنا واقعه كلها، كلهم ماشيين على القناعه كنز ولا يفنى. سامع كلامه يا ام مرسي؟ يا اخويا بيهزر وياك يا اخي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا خالتي، الحق ايه؟ في ايه؟ المنبر اتحرق مني على النار. يا لهوي. اه سخان الفول يا بتعه. شفت الحظ المنهي؟ مكتوب علينا المسامير يا جدع. خير يا فندم. نعم، أي خدمة؟ مش هنا برضو مدرسة الأخلاق الرفيعة؟ لا، مدرسة الأخلاق التخينة. تخينة؟ وفي أخلاق تخينة برضو؟ الظاهر غلطت في العنوان يا فندم. طب يا سعادة البيه، مفيش مدارس جنبيكوا هنا؟ مدارس إيه بقى اللي جنبنا؟ ما تتكلم عدل. ما أنا يا فندم بتكلم عدل، صدقني بتكلم عدل. أنا بسأل على مدرسة الأخلاق الرفيعة بتاع سلوى هانم. آه سلوى هانم، دم خفيف. اتفضل. اهو كده بقى نبقى صح يا فندم، صوره المديره بتاعت المدرسه. اتفضل. يظهر بقى ان حضرتك بتحب تهزر دايما. لا يا فندم ولا بهزر ولا حاجه، بس اصلكم مش حاطين يافطه بره يعني. لا، التلاميذ بتوعنا بيعرفوا العنوان من غير يافطه. اه بالتعود طبعا. ايوه بالتعود. اهلا يا مرسي. اهلا سلوى هانم. اهلا. ازيك يا مرسي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل استريح. تشرب ايه يا مرسي؟ كازوزه من الحجم الكبير لو امكن. من عناية. ظريف قوي سعاده البيه. بمين؟ ده عباس السفراجي. سعاده البيه ده سفراجي؟ ده لابس احسن من الناظر بتاعنا. سيجاره يا مرسي؟ لا يا فندم ميرسي، ما بدخنش. بالمناسبه حضرتك كنت عايزه الست النبويه بتاعت الزار ليه؟ عشان تعمل زار طبعا. حضرتك عليك عفريت؟ لا ابدا. حد من اصحابك يا فندم عليه عفريت؟ ولا حد من اصحابي. الله، طب بدل ما حدش عليه عفريت، امال يعني عايزه الزار بمناسبه ايه؟ بتسلى. اه حفله ترفيهيه يعني للمدرسه. برافو عليك، اهو ده احسن تعبير علمي للموقف. مش كده؟ لا ما انت عارفاني بقى، طول عمري ذكي ومفتح وجاهز قوي يعني. وتعرفي ستي كمان يا سلوى هانم، لما تعملي حضرتك الزار قدام الاولاد ويشوفوه هيعرفوا ما سووا وهيكرهوه. ده احسن كتير من الشرح النظري، صدقيني احسن كتير من الشرح النظري. نعم يا حبيبي. سعاده البيه استهزاني اول ما دخلته، افتكرته البيه دمه خفيف قوي. سعاده البيه استفراجي. حقيقي أنا مبسوطة قوي عشان شفتك يا مرسي. طب يا فندم بدم كده بقى، أنا مستعد أسيب الحكومة وأضاحي بالوظيفة هناك وأنضم لهيئة التدريس هنا عشان تبقى مبسوطة على طول. ها؟ قلت إيه؟ بس التدريس هنا شغلانة عايزة مواصفات خاصة. أنا جاهز يا فندم، ما يغركيش مظهري المتواضع، كل شيء ممكن يصلح. قلت إيه؟
طب سيبني افكر. طيب عقبال ما تفكري على مهلك الاقيش هنا حته هاديه. ليه؟ عايز اصلي المغرب عشان العشاء قربت، وحرام برضه الواحد يجمع فرض هنا، حرام. طب يا سيدي تعالى ورايا. انا وراك يا فندم، وراك طبعا. ايه الحكايه؟ بتكلموا جد ولا ايه؟ مالي؟ ها؟ مفيش اهدى من هنا؟ لا ده كده تمام قوي. بس ما عنديش مصليه. لا انا معايا منديل هصلي عليه. طيب عن اذنك. ربنا يبارك فيك. يا سلام يا سلام، عامله اوضه نوم في المدرسه عشان تبقى تنقع عملها ليل نهار. طبعا هو النجاح ده بيجي بالسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم صلك على محمد. اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. في صلاح تنفع في مكان زي ده؟ قول يا عباس بيه. تحت امرك يا مرسي بيه. مفيش حته غير الاوضه دي الواحد يصلي فيها. نعم صلي. ايوه صلي زي كل الناس ما بتصلي. كل اوض النوم اللي في البيت فاضيه، افتح اي اوضه وخش صلي زي ما انت عايز. بس والنبي بقى دعوتين ليا لله كده. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا مرسي بيه. هو النوم ايه؟ يا عامله مدرسه داخلي ولا ايه؟ نهايته صلي هنا وخلاص. البيت ده مش نافع فيه صلاه خالص. مساء الخير. مساء الخير. فهمي بيه. ازيك؟ مساء الخير. اهلا بيكم. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك؟ معقولة ده انت وحشنا قوي والله. ميرسي يا حبيبتي. مرسي بيه. حضرته يبقى فهمي بيه، رمزي بيه، وسالم بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعة، البيت بيتكم، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. دول ما شاء الله أولياء أمور مش كده؟ أولياء أمور جدا. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ ما تنضم مع القعدة. أضم مين يا عبس؟ ما شاء الله ناس اكابر ومحترمين اضم بينا. انا اروح فين في وسط العالم دي؟ مش قوي يعني. مش قوي ازاي يا جدع؟ ما توديش نفسك في داهيه. يا نهار اسود. انت عارف الراجل اللي هناك ده؟ هو واللي وراه. كل يوم صورهم بتطلع في الجرايد. عارف الراجل اللي وراهم بقى؟ ايوه شايف. في راجل، في راجل وراهم. ده اللي بيطلع في التلفزيون بيقص اللي. يا مرسي يا مرسي بيه. نعم يا مرسي بيه. ياكك انت الشرب بس يبتدي، الطاسه تسخن الكل يبقى واحد. يا سلام. عشان كده بقول لك بطل بقى الكازوزه الحجم الكبير بتاعتك دي، خد لك كاس. طاستك تسخن تبقى في الواحد تمام. بس ده يبقى حرام يا عبس. يوم يوم في العمر يا مرسي بيه. على رايك. يلا وبيني وبينك انا عامل حسنات تكفيني 20 سنه قدام. اي واحد اللي يعجبك حلاوته هو ده. طبعا اذنكم املى كاسي وارجع لكم تاني. اهلا بيك يا فهمي بيه. الله، هو انت غيرت رايك وهتشرب؟ لا هو اصل في الحقيقه الاخ عباس بيصف رايي هو اللي الح، فانا انكسفت مع اني يعني حاسس ان انا في حرج الحقيقه. حرج ليه؟ بس المفروض برضه الواحد ما يشربش قدام اولياء الامور. ما هما كمان بيشربوا.
لا معلش بس هم معازيم، انما احنا المفروض اعضاء هيئه التدريس، لازم يكون عنوان للمدرسه برضه. وبعدين معاك يا مرسي، انت هتعلق على حكايه المدرسه دي على طول؟ مش فاهم. مفيش مدرسه ولا يحزنون. امال الاخلاق الرفيعه دي تبقى ايه؟ هي اللي انت شايفها دي. ممكن توضيح لو سمحتي؟ هقول لك ايه بس، لما قلت لك ان عندي مدرسه كنت بهزر زي ما كنا بنهزر ايام الكليه. يا خبر ابيض، طب والله العظيم انا صدقتك في الاول. انا الاخر اول ما جيت قلت مدرسه ايه يا اخويا اللي ما فيهاش حوش عشان الاولاد يعملوا تحيه العالم. شفت ازاي؟ ايه هو الشغل بالظبط؟ تقدر تقول اني صاحبه مؤسسه للعلاقات العامه. يعني اعمال حره وانفتاح، اللهم صل على النبي. طبعا. ايه هو المؤسسة يعني متخصصة في ايه بالظبط؟ يعني علاقات تجارية، عمولات، استيراد وتصدير، يعني حاجة زي كده. يعني تقدر تقول ان انا اساعد في العملية من دول واخد نصيبي وانا مستريحة. الله الله، هو ده الشغل، هو ده الشغل الحقيقي، اللهم صل على النبي. ويا ترى حضرتك عملت المؤسسه دي عن طريق هيئه الاستثمار؟ لا، عن طريق هيئه الصرف الصحي. عن طريق هيئه الصرف الصحي؟ طب والله العظيم عبيط، لو كنت عملتيها عن طريق هيئه الاستثمار كنت اتعفيتي من الضرب 5 سنين. منور يا استاذ تحتمس. سلوى يلا يا روحي، الست النبويه جاهزه والزهر كمان جاهز. يا ياكك انت بقى تشرب الكاس ده؟ ما تشوفش خالص. عايزنا ابقى ضرير يا جدع، ده انا اللي لفرت في الدنيا. ما تشوفش احسن تستريح. يلا على رايك. هو ده الكلام حلاوته. ابوسه. ايوه كده حلاوته. العالم رياحت اخر تريح. يا استاذ كباس. عباس يا استاذ مرسي، عباس. ايه؟ عباس. عباس مين بقى؟ ده انت طلعت كباس ونص. انا بقول لك. في غلط حصل في القعده. ازاي؟ الناس اتلخبطت على بعض. الله. بص. الست اللي هناك دي كانت داخله مع الراجل اللي هناك ده،
فهي قاعده مع واحد تاني غير الراجل. يا نهار اسود دي بتقبله. الله 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 الله. ايه ايه يا استاذ مرسي؟ الراجل اللي كان معاه بيقبل في حته تانيه. نهار اسود. احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ روح قول لهم لا الغلط يزيد وتبقى مصيبه. هما مبسوطين كده. لا شيخ. العيشه ادانت. عيشه ايه بس يا استاذ مرسي؟ احنا خلاص على وش الفجر والعصفور قال سو سو. يا خبر ابيض. طب خد بايدي بقى خلينا نروح. ماشي. قبل الكلاب ما تقول هاو هاو. يا ست سلوى فين؟ عشان عايز استاذن منها. لا ست سلوى مشغوله جدا، عندها اجتماع عمل. اجتماع عمل على وش الفجر كده؟ احنا بقى شغلنا ملوش وقت يا استاذ مرسي. طب انا همشي انا. ولو سالتك عني لا مرسي زق. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ مرسي. بكتبها عن المدرسين وعايز ابعتها المنطقه.
نطط لي العيال شوية. هوب هوب واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين هوب هوب واحد واحد يلا واحد اتنين واحد اتنين هوب هوب واحد اتنين واحد اتنين هوب هوب. يا عيني يا عيني على الصحة والشباب. صحة ايه بلا نيلة؟ ده الواحد نفسه اتقطع. اه فعلا وشك مخطوف ولونك مخطوف كده من اول الصبح. اه ده من السهره بتاعت امبارح. اصل انا سهرت سهره انما ايه حاجه كده من بتوع الف ليله وليله. والنبي طب احكي لي احكي لي بقى احكي من المواضيع دي بتطربني وتشجيني. لا بس لما اخلص الحصه لا يكون نظم رايبنا ولا حاجه كده. اه طب وانا بوصلك بعربيتي. ها ابقى احكي لي على كل حاجه. عينيك انا مستنيك. عينيك يلا انت اهو هاب 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 هاب. معقول اللي بتقوله ده يا مرسي؟ والله زي ما بحكي لك كده. يبقى اتفتحت لك طاقه القدر. ليه القدر تفتح لي عشان سهره زي دي؟ يا بني ادم خليك على مستوى الموقف. موقف ايه؟ من خلال ست زي دي ممكن تنقلك مدرسه مستريحه فيها تلامذه متريشين بياخدوا دروس بالعمله الصعبه. اه او ممكن تكلم لك حد ينقلك مدرسه جنب البيت على الاقل تترحم من بهدله المواصلات. بشرفي انا لو مكانك وبمعرفه زي دي ممكن ابقى ناظر مدرسه في اسبوعين. طب واقف هنا ايه مش مروح؟ لا هطلع عند واحد دكتور في العماره دي. دكتور ايه سلامتك؟ لا ده عشان والدي بيعمل عنده تحليل هطلع اطمن عليه. سلام عليكم. للاسف عدم الانجاب منك انت يا مرسي. بلا لا ازاي يا دكتور؟ بلا كويس قوي يعني كويس. دي حاجة ودي حاجة. طب والعمل؟ أنا ممكن أبدأ معاك علاج من دلوقتي لكن لازم يكون مفهوم من الأول إن العلاج ده هيطول شوية وأنا ما أضمنلكش النتيجة. ويا سيدي خليها على الله. طيب لو شفت والدة دكتور ما تبقاش تجيب له سيرة عن الموضوع ده. أنت عارف كل أب في سنه نفسه يبقى جد. اطمئن ده هيفضل سر بينا وربنا يقدم فيه الخير. وبعدين بقى يا مرسي انا مش عايز احس بانك متضايق. غصب عنا يا دكتور العيشه بقت غل. لا مال عين ولا بنون محصرين. نايته انا هشيلها جنب ليه. السلام عليكم. يا اهلا يا استاذ مرسي. يا ترى الست سلوى موجوده؟ ايوه موجوده. اتفضل اتفضل. دقيقه واحده ساعات البيت هديها قبل. الله محمود المليجي. نعم استاذ. حضرتك الاستاذ محمود المليجي؟ استاذ محمود المليجي الممثل. انت غاوي السينما؟ ابدا ده انا حتى ما رحت السينما من ايام ما كنت في ثانوي. انما ايه اللي خلاك تفتكرني محمود المليجي؟ قعدت حضرتك كده والقبها اللي حضرتك فيها والحته دي اصلها كمان زلحه يعني ما فيهاش شبه الاستاذ محمود المليجي في فيلم هذا جناه ابي. بس المليجي ما كانش في الفيلم ده. انا شفته وفاكره كويس. يبقى لازم فيلم هذا جناه امي. ومفيش فيلم بالاسم ده خالص. يبقى فيلم هذا جناه اخي. هو الفيلم انا فاكره ان كان في حد بيجني على التاني يعني. وزي الاستاذ فايز شوقي بتشوفه حضرتك. فدام ما طلعش المليجي على الله يطلع شخصيه مهمه في التربيه والتعليم. ساعدنا في الحكاية. أهلا وسهلا. تفضل يا دكتور. دكتور يا نهار اسود ده تكون عيانة. أنا عارف حظ المنيل وكان ازاي الحلاوة امبارح. المرة دي أنا اللي هقول وأنت اللي هتسمعيني. أرجوك تقدر ظروفي، في استحالة إني أحتفظ بالطفل يا دكتور. يا سلوى هانم، بكل أسف،
اي عمليه اجهاض فيها خطوره على حياتك وانا مستحيل اعملها. وما تنسيش ان انا حذرتك كتير قبل كده. طب والعمل؟ والله الحمل لازم يكمل. انا امل كبير فيك يا سلوى هانم انك تساعديني. انا وقعت من السماء وانت استلقيتيني. معقول؟ معقول برضه. مفيش مانع الواحد يدعي لها دعوتين. ويا سلام بقى لو اتحمق في وسط الكلام ودمع عينيا ترغرغ بالعياط وتنزل دموع. ساعتها هصعب عليها، هتاخدها الشهامه وهتعمل اللي انا عايزه. حلو حكايه الدموع دي، تنزل دمعتين. اي حاجه انا في العيادة. مع السلامة. دقيقة واحدة، حد خبر للهاني. ازاي اخلف؟ زي كل الناس ما بتخلف. هكتبه باسم مين؟ هي دي ليكي حق برضو، مش حلوة شوية. بقول ايه يا روحي؟ ما تجربي تاني مع فهمي بيه، ولا رمزي بيه، ولا فوزي بيه. اصل فوزي بيه ده طربش قوي، يمكن رجله تيجي. يا اختي قومي تلحلحي كده، شوفي حد من البهوات، يمكن ربنا يكبر بخاطرنا ونلاقي لك حد يتجوزهولك. وبعدين معاك يا نرجس، احنا هنهزر؟ راجل من دول ما دام طالع لوحده مستحيل يتجوزها. يا سلام، يا ما ستات زينا واكتر مننا وبرضه بيتجوزوا. بس بيتجوزوا مين؟ بلطجيه يا اما مغفلين مش عارفين حقيقتهم. ها يا مدام. ايه يا عباس؟ بص يا فندم، بتاع امبارح قاعد تحت شويه، بص تلاقي قاعد عدل وشويه يكلم نفسه. يوه يا عباس، وزعه باي حاجه. حاضر من عينيا. انا مش رايقه له النهارده. استنى يا عباس. استاذ عباس لو سمحتي. جرى ايه عبس؟ عبس معلش. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ده الجدع بتاع تحتمس؟ تحتمس؟ اه، او النبي بين له هو، اصله شكله اسدي. طب كويس، خليه يستنى تحت. سلوى نزلوا حالا دلوقتي. انا يا جميل. تقول ايه يا نرجس؟ بشرفي اللي ما حلتيش غيره. انت بنت حلال مصفيه وهم يدعيالك. ادي كل حكايه يا سلوى هاني. قول لي يا مرسي، انت ليه ما بتديش دروس خصوصيه وتزود دخلك زيك زي غيرك؟ في الحقيقه يا سلوى هاني، أنا فكرت كتير في الحكاية دي، بس رجعت تاني استحرمت. تعرف يا سيادتك العيشة زي ما صعب عليا صعب على غيري. الأب من دول ريقه بينشف عقبال ما يربي ولاده ويكفيهم أكل وشرب. نجحنا كمان نقول له دروس خصوصية والحصة بالشيء الفلاني. حرام. يا سلام على الضمير. لك حق يا سلوى في كل اللي قلتيه على الأستاذ. هي قالت لك حاجة عني؟ بصراحة بصراحة. أيوه. من ساعة ما شافتك امبارح وهي ما بطلتش شكر فيك. اسمع يا ولد. نعم. لو جبت لك شغلانة بمرتب 250 جنيه تسيب الحكومة وتتفرغ للشغلانة دي؟ 250 جنيه في السنة؟ لا، في الشهر طبعا، وهيزيدوا بعد كده. 250 جنيه في الشهر؟ أنا عايز كوبات مية. عايز كوبات مية. ولا بلاش ميه، انا عايز اروح الحمام. عايز اروح بتاع الحمرا دي بتعمل ايه؟ 250 جنيه، 250 جنيه في ده انا مش هسيب الحكومه، ده انا اسيب انا موافق، انا خدام الوظيفه الجديده من دلوقتي يا فندم. طب مش تفكر الاول؟ افكر ايه؟ هي دي عايزه تفكير؟ افكر ايه؟ ده انا عقبال ما اخرج من معاش ما هي مش هتوصل لربع المبلغ ده. واطمن، الشغل مع سلوى ما فيهوش تعب خالص. يا ست نرجس، احنا رجاله جدعان قوي وبتوع شقه، بس كمان يعني نشتغل حلو قوي مع الناس اللي تقدر. هو في تقدير بقى بعد كده؟ انت هتكون السكرتير الخصوصي للمؤسسه دي كلها. وانا اوعدك اوعدك انك مش هتندم على اختيارك ليا. خلاص، يبقى اتفقنا. بكره هبعت لك العربيه لغايه البيت، تروح بيها المدرسه الاول، تقدم استقالتك، بعد كده تجيني هنا عشان تستلم شغلك. هتبعتي لي العربيه في الحرف في البيت عندي يعني؟ اه. عربيه بسواق وبنزين وحاجات زي كده؟ طبعا عربيه. امال ايه؟ عربيه بحصان وبرسيم؟ اه.
انا كنت جاي وعارف ان انا هطلع من هنا مجبور الخاطر، لكن لم اكن اتصور ان المساله هتبقى فيها انفتاح بالشكل ده. دي بركه دعاء الوالدين يا استاذ مرسي. اي والله اي والله. روحي يا شيخه، روحي، ربنا سلام عليكم. وده كلام تقوله يا مرسي؟ الله يابا، هو يبقى عيب لما الواحد يحسن مركزه. يا ابني مركزك في مدرستك، ده انت دلوقتي مدرس قد الدنيا. قد الدنيا من ايه؟ بلا نيله، احنا هنكدب على بعض. ده نظم مالناش فيه من كتر الشغل، والمهيبه اديها لك كل شهر وعلى يدك ما بتعملش حاجه، واجي اقول لك ادي دروس خصوصيه تقول لي متاجره في العلم حرام. يا ابني ده انت في وظيفه حكوميه. حكوميه ايه بس ياما؟ التفكير ده انتهى زمانه، الواحد الايام دي لازم يعرف يقرش فين ويروح له. انا بصراحه فتح لي باب الحظ النهارده، اقفله بايدي يا اخوانا. يا مرشي يا مرشي، انا ابوك اكبر منك وعارف مصلحتك. وانا ابنك واصغر منك وعارف اللي انا بقوله. لو نفذت اللي في دماغك ده تبقى بتخرج عن طوعي يا مرشي. يابا انا بخرج عن طوعك ولا حاجه، لغايه ما في الامر انا بحكم عقلي. بطلع ياض، خليني اعرف اكلم كبير العيله. انتوا عارفين انا هركب ايه بكره الصبح من قدام الباب؟ هتركب ايه يا ابني؟ عربيه ملاكي بسواق، وكلها كام شهر انا كمان ياما، واجيب عربيه نراخ واخدكم افسحكم وافرجكم على الدنيا كلها. لا يا سيدي، فرج روحك انت، احنا خلاص بعنا الدنيا واشترينا الاخره. انا بقى اشتريت الاثنين وعايز اتمتع بالدنيا واتنعم في الاخره يا حاج. يلا يا ام مرسي على اوضتنا، انا من النهارده ماليش دعوه بيه. خلاص يا ست، كاننا ما خلفناش. استنى بس يا حاج، الكلام اخد وعطى. هتفضلي واقفه لي زي قرد قطع كده؟ عيب مني انا كمان. الله، اخد من وشك واريحك. مش عارف يا مش عارف انت حياتي خالص، فاهم ولا لا؟ عايز انام كويس، عايز اصحى الصبح وانا فايق عشان اعرف استلم الشغل. مش كل الشغل الشغل. ما بتعديش ليه؟ ولا بس بتعدي قدامي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل بيعمل فيا ايه من غير مناسبة؟ صباح الخير يا عرس. اهلا مرسي بيه، اتفضل. مركب قدام جنب سعادتك. لا ما يصحش، سيادتك النهارده الكل في الكل. شوف يا عرس، لازم تعرف ان انا راجل متواضع جدا. المراكز عمرها ما تغيرني. طبعا ما هو واضح اهو. اول قرار ليا هيكون علاوه لمرتبك. ربنا يخليك يا فنجاري، يا سيدي الفنجاريه كلهم. اركب بقى. اتفضل يا بيه. السلام عليكم يا رجاله. عاش عز يروح الزمالك؟ أنا أستاذ مرسي. اركب أتوبيس 13. السلام عليكم يا أمه. ربنا يحفظك يا أمه. السلام عليكم يا فتح. مع السلامة. مع الصبح أنا اللي بيسألني على النبي. الله أكبر. ربنا يحفظك. عيني يا حبيبي. يحفظك من الحلو. حبيبي يا دول عينيا. تشرب قهوتك وتسمعهم محبتك. وتنى جايلي على طول. النبي يا صلاة النبي، قوم يا ابو مرسي، قوم بص، تعالى تعالى يا بابا وشوف. شوف ايه يا ابو مرسي؟ مرسي جات له عربية بحق وحقيق، انما ايه؟ قبها. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، واقفه قدام الباب. المهم مش العربية يا ابو مرسي، المهم العربية دي هتوصله لفين. شوفي حضرتك، الكذب خيبة، دي تاني مرة أروح فيها اسكندرية. معقول؟ المرة الأولانية كنت عيل صغير، رحت في رحلة مع المدرسة. ما تقدرش تتصور يا مرسي أنا قد إيه حاسة بالأمان وأنت جنبي. شوفي حضرتك من غير كلام، الطيبون للطيبات. مرسي، ما بلاش حكاية حضرتك دي. أنت ناسي إن إحنا كنا زملاء وأصدقاء؟ يا سلام. يا سلام على تواضع رجال الأعمال. يجي حضرة الناظر يشوف. صحيح. ما قلت ليش عملت ايه مع حضرة الناظر وانت بتقدم له الاستقالة؟ استقالة حتة واحدة كده يا مرسي؟ يا حضرة الناظر، انا كنت قاعد في المدرسة حبا في العلم فقط، انما انا كنت كل يوم بيتعرض علي عروض ملهاش اول ولا اخر. بشرفي انا فرحت لك جدا يا مرسي. لا، وهي حضرة الناظر مركز خطير، مركز يخض. مين ده اللي في مركز يخض؟ مرسي. مرسي ده هو؟ ايوه، مرسي من موقعه الجديد يقدر يتصل بأعظم شخصيات البلد. مرسي ده هو؟ أيوة يا حضرة الناظر، مرسي ده هو. ولو سيادتك قمت وهزيت طولك وبصيت من الشباك
هتشوف بعينيك اللي هياكلهم الدود، العربيه الملاك اللي تحت امري بسواقها. تحت امر مين؟ مرسي. مرسي ده هو. وفضل يقول مرسي ده هو، مرسي ده هو، والعرق بقى يشر من فوقيه ومن تحتيه، لدرجه ان انا افتكرت انه عمل حاجه على روحه. كان شكله مسخره. مرسي. اول ما نوصل اسكندريه ننزل نشتري لك شويه هدوم على الموضه. انا عندي بدلتين غير دي، منهم بدله سودا علشان المناسبات الرسميه، حضرت بيها جنازتين بتوع ناس معرفتنا في الحته عندنا. لا يا مرسي، احنا بعد كده هنفصل بدل للافراح والليالي الملاح بس. الله اكبر، الله اكبر. ادي العيش ولا بلاش؟ انا متهيألي اللي يعيش هنا يقضي طول عمره سعيد. متهيألك يا مرسي، والدليل انا اهو كل يوم والتاني هنا وفي اوروبا عايشه احسن عيشه. لكن يا خساره، بضحك قدام الناس وقلبي من جوه بيبكي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ انت عيانه؟ وحيده يا مرسي، وحيده، والوحده عذاب. وحيدة ازاي بس؟ انت اللهم صل على النبي، اصحابك ومعارفك نص البلد. دي كلها مصالح، لكن الانسان دايما بيحتاج للقلب الحنين اللي يسعده ويهنيه. ربنا كبير. شوف يا ست هانم، طول ما انا جنبك هخليكي في منتهى السعاده، ان شاء الله اعمل لك ارجوز حد. انت عظيم يا مرسي، عظيم. ده كله من طيبتك ومن اخلاقك الكريم. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي نخش جوه احسن. اه مش كده؟ اه. تزحك؟ ده بلاش انا. وبعدين معاك، ما تزعلنيش. ما انا هقول لك، اصل المره اللي فاتت استاذ عباس اللي عندك سألني من البتاع ده بوظت الدنيا. قعدت ساعة قدام بيتنا أدور على بيتنا. خلينا أنا بقى للمناسبات الرسمية. ما هي النهاردة مناسبة رسمية جدا. إيه ده؟ خير؟ عيد ميلادي. كلام. طب مش كنت تقولي من الصبح أنا هنزل أجيب شوية بسطة. لا لا مش مهم. المهم إن إحنا مع بعض. صحتك بقى. يلا. عقبال 100 سنة. هو الويسكي ده بيتعمل من ايه؟ من عصير البصل. بصل؟ اه. بصل ايه؟ بصل بتاعنا ده؟ اه بصل بتاعنا. فينك يابا تيجي تسمع؟ مال والدك ومال الويسكي؟
انا هقول لك، اصل هو كان دايما يقول لي البتاع ده حرام، مع انه هو كل اكل ياكلها ياكل جنبها 2 كيلو بصل تقريبا يسكر من وراها. ايوه ايوه حلو بصل، اديله بصل. انا كنت اعنف مدرس في المدرسه. يا سلام. اه اللي كلمني كلمه طيح فيها على طول. مره الناظر بتاع ادي مرسي ادخل الفصل بدل المدرس اللي ما جاش. قلت له مش داخل يا ناصر. لو ايه؟ قلتها له بعصبيه. ها وبعدين؟ ولا حاجه. كلمه مني كلمه منه، رحت ماسكه في كرسي ملبسه له في دماغه ونزل ساكت. مره واحده؟ انا ما عنديش ياما ارحميني. وبعدين؟ رحت مفوقه كوبايه ميه في وشه، ورحت ماسك المكتب بتاعه بواحد ملبسه له. مره واحده برضه؟ لا المره دي على مرتين. جدع يا مرسي. اه كمل. هو خد المكتب من هنا وراح نازل على الارض، رحت انا بارك في ايه وفين يوجعك. اديله. امال ايه؟ الدنيا اتقلبت، المدرسين اتلموا والعلم اتلموا والتلامذه اتلموا. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا بوليس الماده. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا مراته واولاده وبقوا يعيطوا. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. انت كنت واقفه في الخناقه؟ مؤاخذة، والبصل اللي عندكم خالص ولا ايه؟ لا فيه. طب ما تجيب لنا بصلاية. حاضر من عينيا. اه ده بصل اخضر بقى. صح. الدنيا تالي. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا الامن المركزي. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. 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 كان يوم الله. مفيش مرسي. مفيش مرسي. يا سلام، يعني ما انتش عارف اللي انت عملته. عملت ايه؟ انا قلت حاجه زعلتك؟ الله 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 الله. يا ريتك قلته بس وما حصلش اللي حصل. حصل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عليك انت اللي بقول عليك انسان طيب، انت اللي كنت بقول عليك صديق مخلص ووفي. حصل ايه؟ سيبتي مفاصلي. امبارح بالليل. ايوه. بعد ما شربت. ايوه. كنا قاعدين بنتكلم في امان الله، لقيتك فجأة بصيت لي. وبعدين معاك يا قمر، ما تيجي جنبي وخلي القعدة تحلى يا ماما. عيب يا مرسي. عيب يا مرسي ده ما تخليك اصبر ومرجع بقى. ها؟ احنا اصحاب يا مرسي. ايه دخل الصحوبية في المسائل العائلية؟ مرسي عيب. مرسي. أنا عملت كده؟ يا ريت كده وبس. الله. حصل إيه تاني؟
سمعتيش عن مرسي ولا ايه؟ ده انا مرسي جبار اللي مولع نار. لا 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 ده ايه؟ دي مرة واحدة ست قالت لي لا، ده بحثها. نجم جبان، انا ده انا عمري ما ذبحت فرخ، اذبح واحدة ست؟ اقطع البصل واستني البصل. بصل ايه؟ هو ده جزائي عشان وثقت فيك ودخلتك بيتي؟ سامحيني، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. مفيش غير انك تصلح غلطتك. اصلح؟ انا اصلح؟ انا اصلح غلطتي؟ اصلح غلطتي بالطريقه اللي تعجبك؟ ده انا غلبان، ده انا كان مسميني في المدرسه ابو رياله، ده انا ابو رياله. خلاص لازم نتجوز. ايه؟ نتجوز. نتجوز ايه؟ هترفض؟ ارفض؟ ارفض ايه؟ ده اللي بتقوليه ده حلم عشت فيه ايام الجامعه كلها. كلام ايه ده؟ كلام ايه؟ بدام الحكايه كده بقى، استني لما اقول لك على اللي في قلبي كله. هتقول ايه؟ انا عشت ايام الجامعه كلها احلم باليوم اللي ايدك تلمس فيه ايدي، انك تكلميني كلمه واحده. بس كنت اعمل ايه؟ كنت فقير غلبان واقف على ارض بتتهز بيا، وانت فوق في السما مليون نفر احسن مني يتمنوا يوصلوا لك. مرسي؟ مفيش مرسي، الخيره فيما اختاره الله. طب خلي شويه لبعدين. مفيش بعدين، يلا قدام السكات. على فين؟ على فين؟ هصلح غلطتي عشان ارضي ضميري. وقبل ما ترجع في كلامك. مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. تسلم ايدك يا استاذ. العفو يا ابني، بس لازم نختار الزوجة الأولى بإعلان رسمي على يد محضر. استنى استنى، بقول لك هيختار الزوجة الأولى، لازم يعمل الحكاية دي يا استاذ. القانون الجديد كده. على كل يا استاذ، تختار ما تختارش، المهم إن هم اتجوزوا وخلاص. يلا على رأيك يا عباس. على بركة الله، الرفاء والبنين. حكاية البنين دي هي اللي مش هتحصل. قلت ايه يا حبيبي؟ ها؟ لا بقول يعني كل شيء بأمر الله. أنا مؤمن أوي بالاسم والنصيب. أستأذن. عن إذنكم أوصل الأستاذ في سكتي. يمكن ألاقي عريس زي القمر زي الأستاذ مرسي كده. مفيش. أصل أنا نوع منقرض. نادر. آخر واحد خليته سلوى. كده. عن اذنك. مش انا اخر واحد خدتيه؟ اجهز العشاء للعرايس؟ عشاء؟ عشاء ايه؟ ده وقت عشاء؟ والنهارده برضه في مكان للعشاء؟ لو ورانا حاجات مهمه، مهمه يا عباس، اهم من العشاء. اه يا شقي انت يا شقي. لا 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 لا، انا بتكسف من الحاجات دي، حتى شوف العرق بينط من راسي. طب انسحب انت في هدوء بدل ما ينط من حته تانيه ويوسخ السجاده. مش نخش جوه في الدافع احسن. وبعدين معاك، مش احنا كنا مع بعض امبارح؟ بس امبارح كان البصل عامل عمايله، النهارده بقى انا رايق قوي وفايق قوي بقى. نفسي اشيلك على ايدي وامشي بيكي زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم حكايه حب بتاع عبد الحليم حافظ. طب ما تشيل. يا ريت، قدراتي الصحيه ما تقدرش. تصبح على خير. مش فاهم. انا هنام هنا وانت هتنام في الاوضه الثانيه. وبعدين؟ بس خلاص. بس خلاص ازاي؟ امال ال الايه؟ الجواز يعني. اه، هما ناس المودرن بيعملوا كده، كل واحد فيهم لازم ينام في اوضه لوحده. كل واحد فيهم ينام في... وحتى هما متجوزين؟ اه، حتى هما متجوزين. هما لما يعوزوا يطبقوا نظريه التناسل والتكاثر بيعملوا ايه؟ هما برضو بيتقابلوا من وقت للتاني. طب ما نتقابل دلوقتي، خير البر عاجله. معلش يا مرسي، اصل انا تعبانه قوي، خصوصا بعد الجهد اللي انا بذلته امبارح عشان اقاوم رغباتك الشريره وما قدرتش. صحيح. تصبح على خير. وانت من اهل الخير والسعاده والهنا.
مرسي ده؟ ايه يا مرسي الامل اللي انت فيها دي؟ يا مرسي يا متدلع. مراتب اسفنج زي الواح الخشب اللي على السرير بتاع بتعة. لا والمصيبه ان ابوها كان مستقل المهر بتاعي. طيب اديني اتجوزت من غير مهر ومن غير شبكه كمان. لو ايه؟ لقطة قشطة. يا مرسي يا متدلع. وفضلت ورا البنك لحد ما خدت العملية بالضمان الشخصي. كنت قلت لي ولا كنت سهلتها؟ ما انت عارف ما تخافش عليه مع البنوك. واحنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ هي القعدة تحلى قوي من غير ضيوف يا مرسي بيه. ده انتوا انستونا. ميرسي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. مبروك يا عريس. ربنا يبارك في سعادتك سعادة البيه. حقيقي عرفت تختار وتنقي. ربنا يخليك لينا يا فندم. ده انت حظك من السما. مرسي ابن حلال ويستاهل كل خير. شكرا يا فندم. ما تقعد يا مرسي. انا هقعد طبعا. صحتكم يا جماعة. صحة حياتك. صحتك. ها وبعدين؟ ولا حاجة. أصريت ما أدفعش غير 3 مليون. فضلت في أخذ ورد وأخيرا وافق. على طول اشتريت ودفعت ال 3 مليون. 3 مليون إيه؟ جنيه طبعا. 3 مليون جنيه؟ حضرتك بتشتري كوبري 6 أكتوبر؟ ظريف مرسي ده يا جماعة كده ولا إيه؟ فوزي بيه بيستورد فراخ ب3 مليون جنيه؟ كل شهرين صفقة بالشكل ده. يا ده أنت على كده بتاكل فراخ وبتشرب فراخ وبتلبس فراخ. ما بياكلش الفراخ اللي بيستوردها. قصده بيخاف على صحته. مش واخد بالي. يا سيدي ما تدقش. لا ما هو في حاجات برضه الواحد لازم يدق فيها. اللي يدق يتعب يا مرسي بيه. اسمحي كلمة كلمة. كلمة. معلش على اذنكم يا جماعة. اتفضلي يا بابا. ايه في ايه يا مرسي؟ لا ولا حاجة بس أصل الراجل اللي قاعد جنبيكي. فهمي بيه؟ ماله؟ لا مفيش بس أصل شفته بيحط إيده في أماكن مش هي يعني كده. إيه الفكر المتأخر ده؟ لا هي مش مسألة فكر متأخر ولا حاجة بس أصل يعني مش كده حبيبي إحنا قاعدين سون فاسون. نعم سون فاسون الأوساط المودرن كده دايما. يا سلام يا سلام الأوساط المودرن كده دايما. طيب طيب الأوساط المودرن كده دايما خلاص سون فاسون يعني الملك مينا بقى الله يرحمه كان ملك عظيم قوي. ملك مينا ده هو اللي وحد القطرين. القطرين اللي هم الوجه البحري والوجه القبلي يعني. اثنين. ايوه هما الاثنين. لما وحد القطرين بقى يعني ايه؟ لبس التاج بتاع القطرين. لبس تاج بقى كده عامل زي الشمامه. سربين. ايه؟ عامل زي الشمامه، تاج زي الشمامه وخارج منه عجوره صغيره كده. كارت. الملك رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي وكمان بس غاوي بقى ايه؟ غاوي بقى ايه حرب وجواز اتجوز 92 واحده 100 100 ايه بقول لك اتجوز 92 بس 150 يا عم 150 ايه في حد بيتجوز 150 هو اتجوز 92 بس 200 200 ايه يا فهمي ايه حد بيتجوز 200 واحده اتجوز 92 انا مدرس تاريخ متاكد من اللي انا بقوله معاك ايه انا معيش حاجه ليه فول عز فول ايه هو الفول ده ورانا هارد لك يا رمزي بيه مبروك سان فاسون يعني رمسيس بقى رمسيس الله يرحمه غير بقى ان هو اتجوز 92 واحده خلف 120 عيل ما هو بقى يومهم ما كانش فيه بقى لا ازمه سكن ولا انظر حولك ولا الحاجات دي يقعدوا يبنوا اهرامات ويخلفوا عيال مش وقته يا حبيبي ومرسي بيه ما بيعرفش يلعب كارت لا بعرف العب طبعا تلعب ايه؟ بلعب شلح حقيقي حبيب شلح
مرة كنت قاعد على القهوة بعرة، كنت بلعب مع الواد بيوم الناتم، ليه واحد صاحبي اسمه بيوم الناتم. أبويا بقى طب وأنا بلعب معاه، فخدني البيت من سكان. وقعد يضرب يعني عدمني العافية في البيت. هو بقى كان قوي البنية عريض المنكبين، فجيب يضرب أنا خليت منه، وقع اتكسرت رجله. اتكسرت رجله حقيقي يعني. أنا شايف سيادتك عمال بتخسر من أول ما قعدت، أمال هتشتري الفراخ منين؟ البركة في البنوك، بتدي له اللي هو عايزه بإشارة واحدة. كله على البنوك. كله على البنوك. وفاكرنا إيه؟ إيه؟ كله على البنوك. سلام يا ادم مرسي، لو حد من البهوات دول شغلك اي شغلانه مش الشغل بتاعهم، فراخ، كتاكيت، عصافير، اي حاجه، الواحد كان يبقى مليونير في يوم وليله. مصيبه ان هم ابويا وبتاع زعلانين مني علشان سبت الحكومه. الحكومة كله على البنوك، وفاكرنا ايه؟ كله على البنوك. يا لهوي يا مصدق يا مصدق يا متعة، يا خرباتك يا متعة، هي حصلت يا راجل انك تتجوز عليا؟ طب وحياة النبي، ما انا قاعدة معاك بعد النهاردة. شوف ايه يا بنت، ما نشوف ايه يا بنت في حكايه. يا بتعه ما تبقيش طايشه ومجنونه. يا نهوه، اللي انا بعمله ده علشانك وعلشاننا كلنا. يا الكلام اللي بيتقال في الحته ده مظبوط؟ عجبك؟ اصواتك فضحنا في كل الحته. يعني انت اتجوزت يا مرسي؟ يابا هو انا اول واحد اتجوز على مراته؟ ما الحاج مصطفى الجزار متجوز ثلاث، وابراهيم فران عنده جوز وبيدور على جوز ثاني. اخرس، مستحيل تكون انت مرسي اللي ربيته. انا كنت حاسس انك بتضيع مني يوم بعد يوم. انت شطان. شطان يابا، عشان عايز اعيش وعايشكم معايا في العز والخير. يقول الخير اللي يجي من وراه، وكان بيقول انه رايح يشتغل في اللمبي ده. يا لهوي، اتبيح يا اختي ضاع مني وراح. يا لهوي يا بتعة، اصل ده مرتبط بده، العمليه كلها بتكمل بعضيها. يا ابني حرام عليك، افصل قلب مراتك وامك وابوك، دي الست مالهاش الا دخلت جوزها عليه. وانا قلت مش هدخل يوم، انا قلت مش هدخل يا بنت. تدخل ما تدخلش، مالكش دعوه بيا بعد النهارده. حرام عليك. الله يا بنت، ما دام يا اخويا مش هيفاجئ ستنا، خلاص كل واحد منا يروح لحاله بقى. عيشه ايه؟ عيشه ده اللي انت بتقول عليها؟ انت فاكرين العيشه اللي انت عايشينها دي عيشه؟ انتوا عايشين تحت الارض ب 10,000 متر، ولو فضلتوا على افكاركم دي هتفضلوا تحت الارض على طول. وعشان تبقى المساله الصريحه قدامكم، انا ما عنديش استعداد اقفل نفسي بالحي. انا خلاص حطيت رجلي على طريق العز، اللي عايز يمشي معايا اهلا وسهلا، مش عايز سكه السلام. ما تزودش ولا كلمه، اتفضل اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني بره. يابا عيب، ما تزقش كده، ما صح؟ تحرم عليا عيشتك طول ما انا موجود، قلبي وربي غضبان عليك في يوم القيامه. بره بره. بس يا بنتي، ربنا موجود. سلوى سلوى، الهاني مشغولة، وطي صوتك. مشغولة في ايه؟ معاها فهمي بيه، بيتناقشوا في امور هامة. بيتناقشوا فين؟ أنا مش شايف حد هنا. في أوضة النوم طبعًا. أوضة النوم ده إيه؟ عيب يا مرسي بيه، ما يصحش. أوضة النوم ليها حرمة برضه. يعني إيه يا عباس؟ يعني حضرتك تقعد هنا تتسلى عقبال الهاني ما تنزل لوحدها. السلة؟ انت جيت يا مرسي؟ اهلا يا مرسي، وحشتنا يا راجل. اصله قاعد في النادي ليل ونهار. يا ستي خليه يتمتع بحياته. قول لي يا مرسي، انت مبسوط في الجواز؟ طب استاذن انا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟
انت اتغديت حبيبي ولا هتتغدى معايا؟ كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ بسالك انت اتغديت ولا هتتغدى معايا؟ وانا بسالك كنتوا بتعملوا ايه في اوضه النوم؟ دي مش محتاجه سؤال، راجل وست في اوضه النوم هيكونوا بيعملوا ايه؟ مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش ممكن ومش معقول؟ مستحيل تكون كده اسهلهم. يعني انا مش اول راجل في حياتك، مش هتكون اخر راجل. امال كنت بتلطمي خدودك وهريت نفسك من العياط ليه في اسكندريه بعد ما حصل اللي حصل؟ ما انا زي غيري. ارجوك يا مرسي، مفيش داعي تجرحني اكتر من كده. انا مش قادر اصدق نفسي لغايه دلوقتي. انت اكيد بتهزري. هي دي الحقيقه، واحسن تعرفها النهارده قبل بكره. الله، ليه طيب؟ ده انت طول عمرك نجمه في السما السبعه، مليون نفر كانوا يتمنوا يتجوزوكي ويقدموا لك الحياه الطاهره الشريفه. عايزني اقول لك ايه؟ عايزني اقول لك نفس الاسطوانه اللي بتقولها كل واحده؟ عايزني اقول لك اب مريض وام عجزه واخوات غلابه؟ لا، ما كانش في اب مريض ولا ام عجزه ولا اخوات غلابه عايزين حد يصرف عليهم. كان في انا، كنت عايزه البس فساتين واركب عربيات ويبقى لي فيلا شيك زي ايدي. كنت عايزه اعيش. باختصار عملت اللي انت بتعمله دلوقتي. بس دي جريمة فظيعة. جريمة فظيعة ليه؟ عشان انا واحدة ست مش كده؟ طب وانت؟ انت اللي سبت مجتمعك وبيتك واهلك وسبت مراتك، ما هيش جريمة ليه؟ صدقني يا احنا الاثنين زي بعض، بس كل واحد فينا ارتكب الجريمة بطريقته. عموما دي حياتي ومش عايزة اغيرها. لو حبيت ان احنا نتطلق انا ما عنديش مانع. اتطلق؟ ايوه نتطلق، وكل واحد فينا يروح لحاله. اعتبر نفسك كنت في اجازه من الفقر كام يوم. عن اذنك انا تعبانه وعايزه استريح. جرايه بس يا استاذ مرسي، ما انت عارف ان في الدنيا مفيش حلاوه من غير نار. حتى انت كمان بتتكلم يا عباس. وما تكلمش ليه بس يا استاذ مرسي؟ ما انا الاخر كان حالي عدم وما كنتش لاقي اكل، فتحت عينيا وطاطيت البصله واديك شايف اهو، بقيت سفرجي محترم وعايش اخر تمام. سفرجي اه، لكن محترم ما افتكرش. يا سيدي ما تدقش في التسمية، المهم انها مستورة وجيبي مليان فلوس. كرامة الانسان وضميره. واحنا احسن من غيرنا؟ كرامة الانسان؟ اديك شايف الضيوف اللي بيجوا شكلهم ايه؟ متنازلين، جاهزين، مستعدين يتنازلوا كمان وكمان كل ما تجيلهم اي فرصة. وانت دلوقتي بقى شيتك معدن وعالي العال، هتسيب ده كله بقى وتروح فين؟ تقدر تقول لي؟ مصيبه اللي انا اتطردت من بيت ابويا. ادي قلتها بعظمه لسانك، يعني لا شغل ولا مأوى. بلاش عين ده يا استاذ مرسي، فكر بالهداوه وسيب العجله تدور. هتبص تلاقي نفسك بقيت فوق قاعد ومدلل رجليك على العالم كله. صعب علي يا عباس. ولا صعب ولا حاجة،
حكايه بمنتهى البساطه، تسمع وتشوف من غير ما تتكلم ولا كلمه. هتطلق؟ اتفضل بعد كده لو عندك ضيوف يبقى ادينا خبر عشان ما اجيش واحرج نفسي. مرسي مبروك، انا حامل هتبقى اب. مبروك يا مرسي بيه، جالك ولد، الخالق الناطق حضرتك. بصيت له كويس يا عباس؟ الا بصيت له، طبعا بصيت له. شبه مش كده؟ اه، واخد رجولتك وجمال الست والدتك. وكمان واخد رجولتي؟ بقول ايه؟ اللي انا عايزه حضرتك، تلاقيك كنت خايف عليها قوي وهي بتولد. حد ما يخافش على مصدر رزقه يا عباس. يا سلام، هو ده الزواج السعيد صحيح. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا مرسي. عقبالك يا نرجس لما تخلفوا الذرية صالحة من أبهات محترمين زي حالاتي. بطل هزار بقى وروح شوف البيبي في أوضة الأطفال. مش لما أطمن عليك الأول. أنا بخير. كلها كام يوم وأخرج من المستشفى. تعال يا مرسي، تعال متع عيلك بضناك. لا والضنك غالي يا نرجس. أنت هتقول لي؟ تعال بوريهولك. لا خليك أنت، يمكن سلوى تحتاج لك في حاجة. طب والنبي يا مرسي، وأنت بتبوسه ابقى سني. مبروك يا روح قلبي. يعملوها كبار ويقعوا فيها صغار يا صاحبي. يا ترى انت ابن مين بالظبط؟ مصيبه انك انت نايم هادي ولا على بالك. انت هيهمك ايه؟ بقى ليك اب رسمي والمساء الاخر تمام. تعرف فيك شبه من زكي بيه؟ لا ايدك بس هي اللي شبه ايده. عينيك بقى عينين فتحي بيه. مناخيرك مناخير فهمي بيه على رمزي بيه. شعرك بقى قمر الخالق الناطق شعر الحاج محمد بتاع البسبوسه. ولسه لما هتكبر بقيه المساهمين هيبانوا. الغريبه يا اخي فيك شبه من كل الناس الا من انا. وبالرغم من كده فانا ابوك قدام الناس وقدام الحكومه. شفت الحلاوه؟ استناك في اوضه سبعه. طب متشكر. خير يا مرسي بيه. مبروك جالنا ولد. وهي؟ هي بخير مستناك في اوضه سبعه. مرسي بيه. مبروك جالنا ولد وهي بخير ومستناك في اوضه سبعه. مبروك جالنا ولد وهي بخير ومستناك في اوضه سبعه. بقول لك ايه يا قمر؟ 10 جنيه اهي. اي حد معدي قول له مبروك جالنا ولد والهانم بخير ومستناك في اوضه سبعه. الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ مساء الخير. شرفي. كنا زي اليتامى من غيرك. متشكره قوي. نورتي والله نورتي. متشكره. كفايه بقى ادوني فرصه اقول انا كمان. يا اخويا من غير ما تقول
هي عارفه حلاوتها وغلاوتها عندنا. حلاوتها وغلاوتها عندكوا حاجه، وحلاوتها وغلاوتها عندي انا حاجه تانيه. انتوا هنا؟ ها؟ ايه الاخبار؟ مرسي بيه بيكسب زي العاده، راجل ايه حظه عالي. المكاسب هايفه يا جماعه. عايزه حاجه يا حبيبتي؟ 100 جنيه. معاك. عايزاك دقيقه واحده، ممكن؟ طب هلف الدور ده واجي لك على طول. انا معايا 4 نسوان. ولا واحده يبقوا 5. تكسب يا مرسي بيه. هتكسب دي تاني؟ حظك. ولا ايه؟ طبعا حلق ده انا اساسا بتاع لعب. تعالى كملي الدور بدالي. عن اذنك يا جماعه. اتفضل يا بيه. هكلم زوجتي حبيبتي شريكه حياتي. طبعا ام ضنايا وحبيبي. الله، مش طاعه الزوجه واجب ولا ايه؟ مش انتوا بتطيعوا زوجاتكم برضو؟ الله اكبر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجه. انت بتلعبي بره وانا بلعب جوه، كل واحد بيلعب بطريقته. من امتى بتعرف تلعب؟ ما حبيتش اضيع وقت وانت في المستشفى. هما يلعبوا اه، لكن احنا لا. لا حول ولا قوه الا بالله. ده بدل ما تشكرينا على اني بوسع نشاطنا وبزود رزقنا. ازيك يا فوزيه؟ وازاي ماما؟ ماما لطيفه قوي. مرة تانية مفيش ده هتزودها مع أي واحدة من الموجودين. زي ما حصل دلوقتي. ليه؟ ليه الأفكار الرجعية دي؟ ما تاخد الأمور ببساطة. سان فوسون. شي إيديو. نو 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 نو. أتنسيو تي بارول. إيه ده؟ فرنساوي؟ لا أنت ما دريتيش. لا. الزمن بيعلم حاجات كتير. رمزي بيه. خير يا مرسبيه؟ لا خير ان شاء الله. واحد صاحبي من بتوع النادي، اخويا وحبيبي زي حضرتك كده بالظبط، مستورد مركب تفاح. بس تفاح ايه؟ من اللي قلبك يحبه. المركب عليها 200 طن، هم في المينا مش عايزين يدخلوا المركب قبل شهر. بالطريقه دي التفاح هيبقى طرشي والراجل هيتخرب بيته. والمطلوب؟ كلمه منك، المركب تدخل المينا وانت القرشين الحلوين يدخلوا جيبك. ده كلام. هناخد رشوه يا مرسبيه؟ اعوذ بالله. حد جاب سيرة رشوة يا راجل؟ دي هدية، والنبي قبل الهدية. ثم إن السلوى ملهاش خاطر عندك ولا إيه؟ سلوى في عينيا، بس دي مسألة مبدأ وكرامة. وبعدين بقى ما إحنا كمان عندنا مبدأ وكرامة وعايزين نفوت لك من يوم ما اتجوزنا، فوتنا أنت مرة. وبعدين المثل بيقول يا راكنين على قفايا قفايا من راكن داب، ساعدونا أنتوا حبة لو كنتوا حقيقي أصحاب. خلاص يا مرسي بيه، تحت أمرك. بكرة المركب تدخل هنا. أنا أحب اللون ده. يا سلام، إيه ده كله؟ ما تعرفيش حد في الجمارك؟ لا، ما حصليش الشرف. لا كده غلط يا سلوى، لازم اتصالاتنا تكون على كل المستويات، ولا هقطع روحي في الشغل لوحدي ولا إيه؟ مرسي، أنا شايفة من الأفضل إن إحنا نتطلق. حبيبتي، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأنا عموما مش كاره. أنا بقى كارهة وعايزة أتطلق، قلت إيه؟ في الحالة دي بقى قانون الأحوال الشخصية بصفي. لم هدومك وارحلي في رعاية الله، بس ما تنسيش تكتبي على العربية من ورا، ما تبصليش بعين راضية، ده أنا هفاجئ من اللي فيا. عايزني أمشي من بيتي؟ حبيبتي، من غير انفعال. لازم تعرفي زي ما هو بيتك بيت أنا كمان، وبتبني حبيبي. اللي بيحمل اسمي في شهاده الميلاد الرسميه بتاعت الحكومه. مادام كده بقى استعد للمفاجاه اللي هقولها لك. لا، قولي بسرعه، نحسن انا ابتديت اتخض. الولد مش ابنك. ايه ده؟ مش معقول. طب ما انا عارف الحكايه دي من زمان. على اذنك نحسن، ابني حبيبي بينادي عليا. شهاده الميلاد. Thank you.
سلام يا اختي شرف، سلامتك الف سلامة. ايش فيكي ربنا يا اختي؟ قومي حبيبتي شدي حيلك. خدي 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 عشان خاطري، بسم الله الشافي المعافي. معلش كمان عشان خاطري يا اختي، بالشفا والعافية، بالشفا والعافية. وآخرتها يا أبو مرسي؟ صدق الله العظيم، العلم عند الله. أنعم وأكرم بالله، ما أنت كمان زودتها معاه حبتين. أنا يا أبو مرسي؟ أيوه، أنت مش طردته من البيت؟ طردته من عمايله. وهو يعني كان عمل إيه علشان ده كله يحصل؟ الواد ما عملش جناية، لقى نفسه تعبان من شغلة الحكومة، استقال واشتغل في أعمال حرة ومال. البركة في التجارة. هي بس كان لازم يتجوز على مراته ويكسر قلبها. كل شيء اسمه ونصيب، واحنا لو كنا قلنا للبنية كلمتين طيبنا خاطرها كانت اتقبلت وعاشت. لزوم ايه احنا بقى نفرق بينهم؟ وانت عايز الحق بقى؟ انا هتجنن وحزينة على فراقه. بس مش انت لوحدك يا ام مرسي، ربنا يعلم انا كمان حزني عليه قد ايه. ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، ده نور عين، حته من قلبي. ربنا بس هو اللي يعلم وانا بطرد من البيت كنت بتقطع ازاي من جوه، كاني كنت بطرد روحي من جسمي. عارفه يا اخويا وحاسه من غير ما تقول، عشان كده بترجاك تروح له تكلمه كلمتين تطيب خاطره وتجيبه وتيجي. صوت عليك النبي بتكسف عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر يا أم مرسي. وشك منور أول النهاردة، شكلك كده زي ما أكون جبت تاني شوية فراخ بايظين. ما جبنا ووزعناها من زمان. ووزعتهم؟ الله أكبر. ما كله على البنوك. كله على البنوك، هي كله على البنوك. ايه ده؟ خدود دي ولا تفاح امريكاني؟ منور يا قمر، منورين، منور. ايه يا زكي بيه؟ خف شويه مش كده؟ هاي يا سنت ما بتضيعش وقت. يا عم خف عننا شويه. اهلا اهلا اهلا. اللي ياكل لوحده يزور. الله، انت هتحسدنا ولا ايه يا مرسي بيه؟ يا عم لا هنحسدك ولا حاجه، انا بس خاف على صحتك. صحتي بومب وحديد والحمد لله، بس مالكش دعوه انت. طب ماشي يا عم، ما تقوم تفرفشينا شويه، تعملي شويه جو كده بدل ما انت قاعده. مفيش مانع، بس وحياه ابوك مفيش داعي لحكايه الخلف دي تاني، احسن بتحرمنا من قعدتها الحلوه. بتقول لنا ليه؟ الله، مش انت تزوج يا راجل؟ اختشى ايه؟ قوم يا جميل قوم. الشرب يا جماعه، جبت هات الشرب بتاع الحلو. قطتي جامد، عايز تخيب جامد. وتربيتي نعم. مين حضرتك؟ أنا جاد الحق. أحب الحق وأموت في الحق يا سجاد الحق. أي خدمة؟ لا أبداً، بس كنت عاوز أقابل مرسي. مرسي بيه؟ اتفضل اتفضل، بس خد لك جنب. الله، شايفين يا جماعة التيبي الجميل ده؟ أهلاً أهلاً أهلاً. معايا ولا ترقص لوحدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله على السلامة. اتفضل. ايه ده يا مرسي؟ ده اصله حفلة، واحد صاحبي عيد ميلاده وبنعيص له. ويا ترى مراتك انهي واحدة فيهم؟ اتفضل يابا. طب استريح. اتفضل. بسألك مراتك انهي واحدة فيهم؟ مين ده يا مرسي؟ انا والد الاستاذ. اهلا اوك، انا المدام. انا مواكرم. الله، ويقولوا انه والده. انا كان عندي سفرجي يشبه له بالظبط، بس على انضف. طردته عشان كان بيسرق اللحمه. راح فين يابا؟ انت مين؟ انا ابنك مرسي يابا. مرسي؟ مرسي مات من زمان، مات من يوم ما ساب بيتي. يابا ما تلمسنيش، انا طاهر. لعنة الله عليك ليوم الدين، لعنة الله عليك ليوم الدين. ايه ده يا مرسي بيه؟ ده ابوك ده باين عليه دقة قديمة قوي. هو موديل سنة كام؟ اللي حصل ده مهزلة. أنا عمري ما اتحطيت في موقف سخيف زي ده. ما سألتش نفسك موقفي إيه قدام ضيوفي وأنت بتتهان من راجل بالشكل ده؟ ده أبويا. بس كان لازم برضه يراعي كرامتك. يا ستي، ما إحنا اتنازلنا على كرامة من زمان. إشمعنى دلوقتي؟ يا ريتك يابا تدعيلي بدل ما تدعي عليا. ولدي ولدي Thank you.
ليجي عداني حرم العتاب وولدي ولادي انساني طب يرضي من ولدي ولادي يقطع الجواز وسنينه، ما كنا عايشين براحتنا وفي الهنا كله. سلامته ناوي يرقد هنا على طول؟ ده بقاله رايد 4 أيام. مش شغلك. أنا عارف إنه مش شغلي، ما قلتش حاجة، بس قطع الرزق وحش. الطريقة اللي فلسع بيها دي بتقول انه لا يمكن هيرجع تاني. اسمعيني انا يا اختي. قتلت ابوك يا مرسي، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. كان نفسي أعيش كويس زي بقية الناس اللي حواليا معايا عايشة. حبيت أكسب الدنيا والآخر خسرت الاتنين. ما سمعتش كلامك يا بابا. وحشني. وحشني. سبتني لمين؟ ما بقاش في حد يسأل عليا. ده أنت كنت أبويا وصاحبي وحبيبي. وحشني يا بابا. نفسي أصلي الفجر معاك يا حاج. رد عليا يا بابا، رد عليا. كفاية يا بابا عذاب فراق، بلاش عذاب ضميري. سامحني يا بابا، سامحني يا حاج، سامحني يا بابا. والنبي ما انتوا قايمين. ايه عيب؟ خايفين من ايه؟ انا بكتير جوزها. يعني جوزها؟ خايفين من ايه؟ كلنا واحد. كلنا مع بعض صنف وصنف. هنا يا مرسي. ارمي المسدس اللي في ايدك ده. ارمي المسدس.
اسمع اقول ارميه ازاي؟ ده انا شاريب الفلوس اللي بعت بيها كرامتي وشرفي. مرسي انت مش في وعيك. مش في وعي ازاي؟ انا عمري ما كنت في وعي زي النهارده. يا مرسي بيه مفيش داعي للتهور. اي تصرف غلط منك في ساعة غضب في احراج لمركزي. اما انت راجل مسخره صحيح. بقى خايف على مركزك في الدنيا ومش خايف على مركزك في الاخره؟ ثم احراج ايه؟ انت هتموت مش هتسمع اي واحد وهو بيلعن فيك وفي اللي جابوك. ارجوك يا مرسي كفايه كده. ما تنساش اني راجل كبير ومريض. انا انت مش كنت بتقولي لك انت بامبو حديد؟ دلوقتي بقيت كبير ومريض. سلام على البلاد. ما يعرفش قد ايه هو ضعيف الا وقت الشده. فاهمي بيه؟ انت عزيز عليا قوي. انا هريحك من المرض خالص. هكسب فيك ثواب. انت بتزعق ليه؟ بتزعق ليه؟ رزق كتير، رزق واسع. في 10 رصاصات هنا. تحب تشوفي؟ دي عشان فوزي بيه. ودي عشان رمزي بيه. ودي عشان زكي بيه. دول بقى جدعانة من عندنا عشان الحبايب اللي احنا ما بنعرفش اساميهم. ما تزعليش مني. هي الدنيا كده. زي ما كنت دايما بتقولي مبنية على التنازلات. كنت استفدت كتير. ما فيهاش حاجة لما تتنازلي عن شوية من عمري. استأذن أنا بقى. بشرفي لو قفشتكوا في جهنم مع بعض انتوا حرين. ايه يا صاحبي؟ هتروح فين وتيجي منين؟ عايز تعيش؟ عايز تبقى مرسي تاني؟ انا هكسب فيك ثواب. هريحك من الدنيا وبلاويها. ضحك برضه. هتعمل ايه قول لي؟ تعالى معايا. تعالى معايا. واللي هيرسى عليا هيسرى عليك. الغفور الرحيم موجود. فتحت الجلسة. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم مرشي جاد الحق أيوب بالسجن لمدة 3 سنوات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً ووقف ما ترتب على ذلك من آثار حيث أنه تبين للمحكمة أن المتهم ارتكب جريمته وهو في حالة دفاع شرعي عن العرض. رفعت الجلسة. السلامة يا حبيبي. طب عليكم الكلام. طب عليكم معلم الدهون. صباح الخير وبركاته. ربنا يخليك. افتح من فضلك.
الحيوية بتاعت الزهر؟ آخر بيت على الشمال في البدرون. الله، مين؟ مرسي؟ مش فاكرني؟ أنا فيفي.